السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. في سباق ملحوظ لنهاية الحرب في اليمن، يخطو مجلس التعاون الخليجي بمعية مؤسسات دولية لرسم خارطة إعادة الإعمار، خطوات وصفت بالمبكرة جدا لكنها وضعت في اعتبارها العمل على مرحلتين، مرحلة تخص المدن والمناطق المحررة، فيما تركت الباب مواربا أمام خيار المضي في هذا الملف بعد عودة الشرعية بشكل نهائي واستعادة كل المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الانقلابية. الأمانة العامة لمجلس التعاون عقدت ورشة عمل خاصة لإعادة إعمار اليمن في الرياض بمشاركة 30 جهة مانحة إقليمية ودولية وبحضور رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر. وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني إن هذه الورشة تحضر لمؤتمر دولي قادم سيضع برنامجا عمليا لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي. فيما قالت المديرة القطرية للبنك الدولي في اليمن سندريلا بلو إن مرحلة إعادة الإعمار تتطلب وقف الصراع وعودة الأمن والاستقرار والتغلب على الصعوبات الكبيرة. بدوره قدر البنك الدولي الاحتياجات العاجلة لإعادة إعمار اليمن بنحو 15 مليار دولار. نتوقف مشاهدينا عند هذه المستجدات والتحركات الخليجية لنناقشها في محورين: هل باتت اليمن مهيئة لبدء إعادة الإعمار؟ وما دلالة الخوض في هذا الملف قبل توقف الحرب واستعادة الدولة؟ وهل ستقتصر مصادر التمويل على المؤسسات الخليجية وحدها؟ هذه الأسئلة وأكثر سنناقشها مع ضيوفنا، ولكن مشاهدينا بعد أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. لم يتغير المشهد في المدن التي طالتها حرب الميليشيا ولا تزال، لكن أحوال سكان هذه المنازل باتت لا تحتمل، فمعظم من دمرت منازلهم بالكامل يعيشون بلا مأوى، فيما يقطن آخرون بقايا منازل مدمرة تنتظر ولا بصيص أمل يلوح في الأفق، ذلك أن البلاد لم تخرج بعد من فم الحرب. أما وقد تداعى الجيران لرسم خارطة إعمار اليمن وحث الخطى إلى أشلاء مدن منهكة، فذاك أمر بالغ الاهتمام، لكنه في الوقت الراهن يبقى مجرد حديث نظري. واقعيا استبق مجلس التعاون الخليجي التسويق لنهاية الحرب بتنظيمه ملتقى لإعادة إعمار اليمن، حضره رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، وهو تحضير لمؤتمر دولي. يقول أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني إنه سيضع برنامجا عمليا لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي. أن أرحب بكم جميعا في ورشة العمل الثانية المتعلقة بإعادة إعمار اليمن، والتي تأتي استكمالا لورشة العمل الأولى التي عقدت. غير مؤكد ما إذا كانت الحرب ستخلد إلى نهايتها في الوقت القريب وتفسح المجال أمام خطوات إعادة الإعمار، لكن المؤكد أن ما خلفه البارود طوال عام ونصف يستطيع معالجته الاقتصاد اللاحق محمولا على مشروع مارشال خليجي، لكن هذا كله مرهون بوقف الحرب وإنهاء مظاهر الانقلاب والتسلح. إن مرحلة إعادة الإعمار في اليمن تتطلب وقف الصراع وعودة الأمن والاستقرار والتغلب على الصعوبات الكبيرة. لا يمكن لمشروع إعادة الإعمار أن يتم من دون وضع تقديرات للكلفة المطلوبة، وبحسب البنك الدولي فإن ما يقدر ب 15 مليار دولار هو ما تحتاجه اليمن لإعادة الإعمار. لن يقتصر الأمر على إعادة بناء وتأهيل ما خربته الحرب والنزاعات من منشآت عامة وخاصة وبنى تحتية وخدمية، بل سيشمل أيضا دعم البرامج الإصلاحية للاقتصاد الوطني وتحفيز القطاعات الإنتاجية بما يسهم في ردم الفجوة الواسعة التي تشكلت بفعل تداعيات الحرب. إذا مشاهدينا لبدء النقاش ينضم إلينا وزير الدولة ياسر الرعيني. معالي الوزير مساء الخير. معالي الوزير هل تسمعني؟ ألو الصوت تماما. ألو نعم تسمعني الآن معالي الوزير؟ نعم. أولا بداية مساء الخير معالي الوزير. مساء الخير. أهلا بك معالي الوزير. لو بدأنا من التحضير لمؤتمر إعادة إعمار اليمن، كيف تبدو هذه التحضيرات والمساعي الخليجية والدولية وإلى أين وصلت؟ شكرا جزيلا. هو يعني هذه هي الورشة الثانية التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة التخطيط في الحكومة اليمنية. نعم.
للتهيئة والتمهيد لمؤتمر الإعمار والتعافي في اليمن. ويعني هذه الورشة تركزت بشكل رئيسي على مجموعة من القضايا، كان فيها 11 ورقة عمل قدمت. نعم. ورقة عن يعني فيما يتعلق مخرجات الحوار الوطني وما يتعلق بالجانب والوضع الأمني في الداخل وما يتعلق بالقضايا العاجلة التي لا ينبغي أن ننتظر فقط إلى إنهاء الانقلاب ليتم البدء عليها، وإنما البدء بها من الآن، ومنها ما يتعلق بالقضايا الإنسانية، ما يتعلق بالجانب الصحي، ما يتعلق بالجانب التعليمي، ما يتعلق بالجانب الطرق، ما في والجوانب التنموية المختلفة، وكذلك ما يتعلق بموضوع الإعمار بشكل عام حتى إذا ما انتهى هذا الانقلاب وعادت الدولة وعادت الشرعية لممارسة مهامها من العاصمة صنعاء وتكون يعني عملية الانتقال إلى عملية الإعمار وإصلاح ما دمرته الحرب، وكذلك الانتقال لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل يكون سلس وبناء على هذا حتى. نعم. حتى لكن معالي الوزير، يعني ما أهم يعني من خلال هذه الورشة التي أجريت اليوم، يعني ما هي أهم الملاحظات التي سجلت؟ ما هي؟ يعني من خلال الورشة التي عقدت اليوم، يعني ما هي أهم الملاحظات التي سجلت؟ هو أنا يعني كما ذكرت وأعيد أنه أولاً لدينا محافظ مالية، لدينا منح مالية كانت منذ العام 2011، من 2012، من 2014 إلى الآن لم يتم يعني صرفها أو تحويلها إلى الجانب اليمني. يعني طالبنا نحن أيضا في الحكومة اليمنية، وكان هذا من ضمن الأطروحات التي قدمت، أن هنالك أولويات منحها خلال هذه المرحلة. نتمنى أن يتم تحريك المحافظ المالية ويتم يعني توجيه هذه المحافظ المالية لخدمة التنمية وعملية الاستقرار في اليمن وفيما يخص المحافظات التي تم تحريرها، أن يتم إعادة بناء المؤسسات فيها، أن يتم تحقيق التنمية والاستقرار فيها، أن يتم تحقيق الإسهام في تحقيق الأمن من خلال هذه التعهدات المالية من قبل المجتمع الإقليمي والدولي، وأن الانتظار إلى أن ينتهي الانقلاب أو أن تنتهي الحرب هذا سيخلق مزيد من المشاكل، وخصوصا وأن الحكومة اليمنية تعاني من الضعف في الإيرادات المالية، وأيضا سيطرة الحوثيين على البنك المركزي في العاصمة. نعم. في العاصمة صنعاء. هذا جزء، هذا جانب. والجانب الآخر أنه أن نبدأ بعملية التنسيق بيننا وبين الجانب الدولي، وهذا ما سيتم خلال الورشة القادمة المقرر أن تكون في أكتوبر من هذا العام، ولعلها تكون الورشة الأخيرة للانتقال إلى مؤتمر المانحين، أن يتم التركيز بشكل رئيسي على الجهة اللجنة الوطنية أو أي مسمى ستخرج، لكنها ستكون الجهة التنسيقية أو الجهة التنفيذية لعملية الإعمار خلال المرحلة القادمة، كما تم الحديث أيضا خلال هذا اللقاء عن المؤسسات التي ما زالت تعمل حتى الآن، منها الصندوق الاجتماعي للتنمية، الأشغال العامة، الطرق الريفية، هذه الصناديق التي ما زالت تعمل في الداخل، ويعني ممكن أن يتم تنفيذ بعض المشاريع من خلالها بشرط أن لا يكون هناك تدخل من قبل الميليشيات الإنقلابية، وممكن أن يتم تنفيذ بعض المشاريع في المحافظات المحررة، ومن هذا أيضا الحديث عن دعم عملية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتبار المخرجات هي يعني أمل كل اليمنيين. نعم. لكن هو معالي الوزير، أنت تحدثت يعني معالي الوزير تحدثت عن أن هناك منح مالية ما زالت عالقة منذ عام 2011، يعني هل من خلال هذه الورشة يعني نستطيع القول أنه سيمكن الاستفادة من هذه المنح وإطلاقها لإعادة الإعمار في المناطق المحررة؟ هو أنا عندما نتحدث عن هذا وهنالك بعض التحديات في هذا الجانب، ليس يعني نحن نتحدث عنها أن تدخل ضمن عملية الإعمار وإعادة التنمية في المرحلة القادمة، وتم الحديث عن هذا الجانب أن لدينا إشكالات في الجانب الكهرباء، في الجانب المياه، ممكن أن يتم يعني بالورط أو إعادة الورط الأولويات
فيما يتعلق بهذه المخفضات المالية التي خصصت كمنح وتعهدات مالية لليمن. وهذا نعم. وهذا أيضا يعتمد على مدى تعاون المجتمع الدولي في هذا، وخصوصا في ظل استمرار الانقلاب وعدم توقيع الانقلاب على أي أو الرغبة من قبل الانقلاب في الاتفاق أو الوصول إلى أي حل سياسي. لكن كما ذكرت لك هناك قضايا ملحة، منها القضايا الإنسانية، وعندما نتحدث عن قضايا إنسانية ليس ما يتعلق فقط بالغذاء، إنما ما يتعلق بالماء وشبكة المياه، وما يتعلق بالكهرباء، ما يتعلق بالطرق، ما يتعلق بالجانب الصحي بشكل آخر أيضا. فأعتقد أنه هذه، ونحن عندما اليوم نحن نتحدث عن ورشة تمهيدية لمؤتمر الإعمار اليمن، يعني كل هذه الورشة التمهيدية حتى نبلور تصور واضح وعام وشامل وتفصيلي ما بيننا وبين المانحين وبين المجتمع الدولي وشركائنا في مجلس التعاون الخليجي، حتى تكون الصورة واضحة إذا انطلقنا بعد ذلك إلى عملية الإعمار بعد إنهاء الانقلاب. نعم، معالي الوزير، نتوقف عند هذه النقطة ونذهب الآن إلى يعني للترحيب بضيفنا الجديد غسان الزامكي، وكيل محافظة عدن لشؤون الاستثمار والتنمية. سيد غسان، مساء الخير. مساء النور. سيد غسان، ماذا عن مشروع إعادة إعمار مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد؟ إلى أين توصلتم أنتم على رأس إدارة هذا المشروع؟ أولا نشكركم على هذه الاستضافة. ومشروع إعادة الإعمار في محافظة عدن مر بعديد من المراحل. طبعا المرحلة الأولى كانت بعد الحرب مباشرة، تم تحديد لجان تقوم بحصر جميع الأبرار في 8 مديريات في محافظة عدن. هذه اللجان كانت من مهندسين مختصين ذو خبرة عالية في حصر أعمال المباني من جداول الكميات، من تحديد الأرقام بشكل دقيق. هذه اللجنة مكثت ما يقارب 5 أشهر حتى أخرجت لنا مخرج ممتاز. أصبحت لدينا جداول كميات وحصر متكامل، وصل عدد المباني المهدمة في محافظة عدن ما يقارب 11700 منزل، ما بين هدم كلي وهدم جزئي وهدم بسيط. نعم. هي مفصلة بتفاصيل. ما هي التكلفة المطلوبة سيد غسان؟ يعني ما هي التكلفة المطلوبة لإعادة إعمار الأرقام التي ذكرتها؟ التكلفة التي وصلت إليها لجان الحصر من خلال مكتب الأشغال العامة والطرق في محافظة عدن، طبعا للمساكن المواطنين فقط، أنا أتكلم عن مساكن المواطنين، وصلت إلى ما يقارب 74 مليون دولار. 74 مليون دولار، هذا الرقم الذي تم تحديده الآن كتكلفة لإعادة إعمار المساكن المتضررة للمواطنين. هناك معنا مراحل أخرى طبعا للمساكن الأخرى التجارية والمرافق الحكومية والسياحية، هذه كلها تكاليف موجودة وهي في إطار الإخراج النهائي في مكتب الأشغال العامة والطرق. لكن نحن الآن في المحافظة التركيز المباشر على إعادة إعمار مساكن المواطنين. هناك لدينا ما يقارب 922 أسرة منازلها غير صالحة للسكن، مشردة، هذه سوف تستهدف في المرحلة الأولى من مرحلة الإعمار. طبعا تم عمل لجنة إعادة إعمار مستقلة في محافظة عدن، شكلتها الحكومة عندما جاءت إلى المحافظة، لكن هذه اللجنة كانت عليها بعض الملاحظات. أن التمويل الموجود لدينا الآن في حساب المحافظة التي تكفلت الحكومة بتوريده هو مبلغ 2 مليون دولار. بالتالي بعد أن تبينت الكلفة 74 مليون دولار هي التكلفة لإعادة إعمار هذه المنازل، منازل المواطنين، بينما المتوفر لدينا 2 مليون دولار، أصبح الموضوع معقد. فلا بد من البحث عن تمويل آخر من كثير من المالحين، كثير من الجهات، حتى نبدأ بالخطوات التنفيذية. نعم، نتوقف عند هذه النقطة سيد غسان. نعم، وضحت الصورة سيد غسان، تكرم بالبقاء معنا. نعود بسؤال إلى معالي الوزير ياسر الرعيني، يعني مثل هذه المشاريع عادة ما يصاحبها مخاوف من عمليات فساد وسوء إدارة، كيف يمكنكم طمأنة المانحين وحتى الشعب اليمني بأن يكون مشروع إعادة الإعمار شفافا ونزيها؟
ويعني كما كان في السابق، شوف كان لدينا في وزارة التخطيط كان تم الاتفاق مع الجهات الدولية والمانحة على إنشاء جهاز تنفيذي لتسريع استيعاب أموال المانحين في الفترة الماضية. نحن اليوم فيما يتعلق بعملية الإعمار، نعم، هنالك مشروع سنناقش مع الجانب الدولي، مع المؤسسات الدولية المانحة، مع شركائنا في مدينة التعاون الخليجي حول تشكيل لجنة وطنية تنفيذية لموضوع الإعمار. وأنا كما ذكرت لك أنه أكيد أن هذا الموضوع سيكون من ضمن المواضيع التي سيتم طرحها في الورشة القادمة في أكتوبر القادم حول هذه القضية. وتم اليوم أيضا استعراضه في أحد جلسات العمل، تم الحديث عن 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 عن, عن هذه الفكرة، والكل يعني أكيد حريص على هذا الموضوع. ونحن أيضا في الحكومة اليمنية حريصين على التزام بالشفافية، على أن يكون هنالك شفافية واضحة، أن تكون هنالك آليات عمل شفافة وتلتزم بالمهنية والحيادية وأن يكون هنالك أيضا يعني أكيد نحن حريصين أيضا على ألا يشوب أي عملية الإعمار أي نوع من أنواع الفساد. نحن أيضا حتى فيما يتعلق بمسألة بناء إعادة الإعمار الجزئي في مساكن المواطنين في عدن، عندما ناقشنا هذا الموضوع في إطار الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، كان هنالك تعاقد أولي مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، لكن نظرا لأن المركز الرئيسي في صنعاء ونخشى أن في حال تحويل المبالغ المالية إلى البنك المركزي في صنعاء يصطو عليها الميليشيات الإنقلابية، تم الاتفاق في إطار الحكومة وتم إصدار قرار بأن يتم تشكيل لجنة. هذه اللجنة تشكل بنظر محافظة عدن، نعم، وتتكون من الأشغال العامة ومن المعنيين في إطار المحافظة وبإشراف من الصندوق الاجتماعي للتنمية، باعتبار الصندوق الاجتماعي للتنمية تجربة يمنية فريدة أصبحت ليست تجربة وطنية فقط على مستوى الوطن، وإنما تجربة أصبح يشاد بها على مستوى العالم، يعني كتجربة لديها معايير وآليات عمل شفافة وواضحة وحققت إنجازات كبيرة خلال المرحلة الماضية، حتى المجتمع الدولي يشيد بهذه التجربة بشكل كبير. ولذلك نحن حريصين في عملية إعادة الإعمار مع شركائنا من المجتمع الدولي والإقليمي على أن تكون هنالك شفافية واضحة، نعم، وأن تكون هنالك وأن نعمل وفق معايير يتم الاتفاق عليها بين الجميع، وتكون هنالك رقابة ولن نسمح إطلاقا بأي نوع من أنواع الفساد في ذلك. وضحت الصورة معالي الوزير، أشكرك جزيلا معالي الوزير ياسر الرعيني وزير الدولة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. نعود بالسؤال إلى ضيفنا الآخر غسان الزامكي. يعني سيد غسان، أنت تحدثت عن أن هناك مرحلة لإعادة الإعمار بما يخص مساكن المواطنين يعني ستنطلق، هل هناك تزمين محدد لانطلاق هذا المشروع؟ وما هي مصادر التمويل؟ يعني هل الحكومة هي من ستمول هذا المشروع أم أن هناك جهات مانحة؟ طبعا أخي، أنا قبل أن أجيبك على هذا السؤال أريد أن أخبركم أن الإجراءات التي عملت في محافظة عدن سوف تكون شفافة ودقيقة. تم الابتعاد عن الأخطاء التي حصلت في تجربة محافظة أبين خلال إعطاء مبالغ إعادة الإعمار للمواطنين، وهذه المشكلة شابها كثير من الفساد وشابها كثير من الأمور تعثرت بسببها إعادة إعمار محافظة أبين، وهناك مشاكل أخرى أيضا مثيلة لها في إعادة إعمار حضرموت والمهرة، لكن نحن في محافظة عدن الإجراءات شفافة ودقيقة، وتم الأخذ بعين الاعتبار بالأدلة الإرشادية للصندوق الاجتماعي والتنمية، أنه هو عضو في لجنة إعادة الإعمار في المحافظة ومستشار اللجنة. أخي، أنا لا أستطيع أن أقول لك أن هناك برنامج زمني للبدء. أخبرتك سابقا أن المشكلة التي تواجهنا الآن هو أن المبلغ الموجود لدينا 2 مليون دولار بينما التكلفة 74 مليون دولار. نحن الآن في إطار دراسة الموضوع والتشاور مع الحكومة أن يتم رد الحساب إعادة الإعمار بمبالغ أخرى حتى نستطيع أن نبدأ بالإجراءات التنفيذية ونشمل العديد من المديريات، لأنه لو بدأنا بالمبلغ هذا في مديرية واحدة قد تكون لدينا هناك إشكالات أخرى في المديريات الأخرى، فبالتالي الإجراءات التنفيذية جاهزة على قسم وساق. المهندسون في مكتب الأشغال العامة والطرق في المحافظة يقومون بإعداد الدراسات التصاميم النهائية
التنفيذية التي على ضوئها سيتم إنزال المناقصات وسيتم البدء بالإجراءات التنفيذية. وضحت الفكرة سيد غسان. أشكرك سيد غسان الزامكي وكيل محافظة عدن لشؤون الاستثمار والتنمية، كما أشكر ضيفي الآخر في الختام وزير الدولة معالي الوزير ياسر الرعيني. وختاما مشاهدينا، لما تبقى سوى أن تتقبلوا تحياتي وتحيات معد الحلقة الزميل محمد القاسم، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، أترككم في رعاية الله وحفظه.